بالتزامن مع إطلاق روسيا يدها في مقاطعة خاركوف وحديثها عن ضرورات إقامة منطقة آمنة، كثفت القوات الروسية استخدام قنابل فاب الجوية الموجهة. ولما كان التوغل الروسي في خاركوف رداً على القصف الأوكراني العنيف الذي بات يطال مقاطعات روسية حدودية بحسب موسكو، فإن لجوءها إلى قنابل فاب جاء لقدرة الأخيرة على توجيه ضربات دقيقة من مسافات آمنة بالنسبة للمقاتلات المحملة بها. حقائق أطلقت العنان لعجلة إنتاجها على أوسع نطاق منذ أشهر. لم ترجئ وزارة الدفاع الروسية استخدام قنابل فاب، بل كانت تنتظر انتهاء المصممين من تصنيع وحدات خاصة بها. تمكن هذه الوحدات قنابل فاب من التحليق وتصحيح المسار بحيث لا تنحرف عن الهدف لأكثر من 10 أمتار، كما تتيح للطائرات التي تحملها إلقاء من مسافة تبعد بين 70 إلى 80 كيلومترا عن الهدف. وقنابل فاب هي قنابل جوية شديدة الانفجار، تمتلك منها روسيا أنواعاً بحسب أوزانها بالكيلوغرام، بدءاً بفاب 500 و1000 و3000 ووصولاً إلى فاب 9000 وحتى 10000، تعود الثلاثة الأولى إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، لذا فلدى البلاد مخزون كاف منها. لكن تطوير هذه القنابل وتزويدها بوحدات التحليق رجح استخدامها أمام سواها، سيما ذخائر جو أرض طويلة المدى وعالية الدقة بسبب التكلفة الأخيرة العالية ومحدودية كمياتها. القنابل الجوية الموجهة فاب اليوم هي ذخائر عالية الدقة بقدرة تدميرية كبيرة وتكلفة منخفضة نسبيا. هذه القنابل موجودة منذ أيام الحرب العالمية الثانية، وهي كثيرة في المستودعات دون أن يكون لها أي استخدام بسبب ثقلها. التخلص منها كان سيكلف مبالغ أكبر من تلك المودعة في تطويرها. يستخدم الجيش الروسي هذه القنابل للوصول إلى القوات الأوكرانية في مواقعها الحصينة تحت الأرض، فيما يسهر المتخصصون في مجالها، كما تقول شركة روستيخ عملاق الصناعات الدفاعية الروسية، يسهرون على توسيع نطاقها وإطالة مداها من خلال تطوير نسخ محسنة من أنظمة التوجيه والتحليق. أريش محمد، سكاي نيوز عربية، موسكو.